وبداية فقرتنا لليوم مع بناء حياة سليمة عبر شباب قادر على اتخاذ القرارات الصائبة خلال مسيرة حياته، هدف انطلقت منه شبكة واي بير أو شبكة تثقيف الأقران الشباب بسوريا ببرامجها المتوجهة لفئة الشباب وأهمها مهرجان المسرح التفاعلي. لنتعرف سوا اليوم على الشبكة وأبرز ما تقدمه. بصرنا نرحب بغيث صندوق. صباح الخير غيث، حضرتك منسق الوطني للشبكة بسوريا، يسعد صباحك يسعد وأهلا وسهلا صباحكم. فيك. وكمان نجلة علي مدربة مسرح وبالفريق الوطني، أهلا صباح وسهلا الخير، نجلة. أهلا وسهلا غيث، يسعد يسعد صباحك. صباحكم. غيث، بالبداية خلينا نتعرف أكثر على شبكتكم واي بير. أول شيء شكرا لكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. شبكة واي بير هي شبكة دولية موجودة ب 54 دولة بالعالم، سوريا هي واحدة من هدول الدول. هي شبكة مبادرة أنشأها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتهتم بترويج أنماط حياة صحية للشباب من خلال بخصوص الأمور المتعلقة ب خلينا نقول يعني في القائم على النوع الاجتماعي، خلينا نقول الصحة الإنجابية، وهي المواضيع اللي هن الشباب بهي الفترة لازم هن يكونوا متمكنين منها، بتمكنهم من هي المعلومات وبتعطيهم الوسائل لحتى هن يصيروا مثقفين أقران يقدروا ينقلوا هي المعلومات لأقرانهم. هي بتستند على مبدأ القرين للقرين، هي من اسمها شبكة تثقيف الأقران، لأنه يعني بنشوف نحن أنه الشاب هو أكثر بتأثر بصديقه الشاب أو هيك، فنحن بنحاول أن يكون هذا التأثير إيجابي. نعم نجلة، خلينا يعني بلشنا مع غيث بالبداية، ولكن خلينا نحكي لوين اليوم قدرتوا توصلوا ببرامجكم وبهدف هذا البرنامج يلي بخص الشباب. تمام، هلا تعقيبا على اللي قاله غيث، بما انه الشبكه بتعتمد على فكره تثقيف الاقران، وبالتالي نحن بدنا نوصل لاكبر شريحه من الشباب اللي هن بيتشاركوا بالفئه العمريه، بيتشاركوا بالحاله الاقتصاديه والاجتماعيه والدراسه او السكن او غيره. من خلال برامجنا اللي بلشت من سنوات، مثل ما قال غيث كمان هي فكره مبادره من صندوق الامم المتحده للسكان، قدرنا نوصل لكثير شباب مو بس على نطاق محافظه دمشق ولكن على المحافظات السوريه، وقدرنا ايضا انه نوصل لاماكن ابعد. عفوا. الشباب اللي قدرنا نوصل لهم من خلال برامج تدريبيه، نحن بلشنا ببدايه نشوء الشبكه انه نحن ناسس لبرامج تدريبيه احترافيه، سواء تثقيف الاقران اللي بتطرح قضايا مثل التوعيه الصحيه، حمايه الشباب من الامراض المنتقله عن طريق الجنس، العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكينهم ايضا بمهارات ثانيه اللي هي مهارات القياده، التفاوض، مبادئ السلام، وكيف يقدروا يكونوا فعالين بالمبادرات والمنظمات اللي بيكونوا فيها. بما انه نحن شبكه، فنحن بطبيعة الحال عم نحاول نوصل بين كل المنصات، بين كل المنظمات والجمعيات الموجودة واللي عم تشتغل على أرض الواقع. يعني غيث، كيف عم تقدروا توصلوا للشباب، للشريحة يلي أنتم عم تستهدفوها عبر شبكتكم؟ تمام. هلا بصراحه نحن حاليا طريقه الوصول للشباب هي عم تكون من خلال طريقتين. الطريقه الاولى هي الطريقه خلينا نقول التقليديه، لانه نحن بنتواصل مع الجمعيات والمنظمات الموجوده بسوريا، هن بيطلبوا مننا احيانا انه مثلا تدريب معين لفئه المتطوعين تبعاتهم، هي من خلال هي الطريقه. وفي الطريقه الثانيه اللي هي نحن حاليا عم نعول عليها اكثر، اللي هي في طريقه صفحه الفيسبوك، بينزل في عنا هو خلينا نقول استماره معينه، بيكون هي مجموعة من الأسئلة بيقدم عليها عدد كبير من الشباب، هي بتكون بخصوص تدريب معين. نتيجة أنه فحص هي الاستمارة بيتم قبول عدد معين من هدول الشباب اللي قدموا وبينضموا للشبكة وبيعملوا التدريبات معنا، وهيك من خلال هي الطريقة نحن عم نقدر نوصل للشباب اللي هن. بيكون في تشبيك مع بعض الجهات؟ طبعا أكيد، نحن من أهم التشبيكات اللي شبكناهم هي السنة، هن كانوا كتار بسنة 2017، كان في عنا تشبيك مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، كان في عنا تشبيك أكيد مع جمعية تنظيم الأسرة، مع الأمانة السورية للتنمية، كان في كثير. الأحمر. تماما. أغلب الجمعيات الناشطة. تماما، وفي وأكيد من الشغلات اللي أو من خلينا نقول من الإيفنتات اللي عملناهم الكبيرة كانت بسنة 2017، اللي هو كان في عنا 3 أيام من النشاط لأجل السلام. نعم. هو كان استمر على يومين وكان مشارك فيه أكثر من 15 مبادرة وجمعية سورية بدعوة رسمية تمت من شبكة واي بير،
وهن أرسلوا متطوعين من عندهم وشاركوا على مدى يومين بنقاش عن العنف القائم على النوع الاجتماعي والنوع الاجتماعي. نعم نجلاء، يمكن أمور الشباب ومشاكل الشباب بالمجتمع بسبب الظروف، ويمكن قبل الظروف كان في مشاكل وكان في يمكن أبرزها ذكرتوهم من شوية، ولكن يعني أنتم تعملوا لجنة أو لجنة تصويت على أهم أبرز المشاكل أو أهم أبرز النقاط اللي لازم يمكن تتفاعلوا أو تعملوا تشبيك فيها مع الشباب، يعني step by step. تمام. هلأ بداية نحن في عنا قضايا رئيسية نحن مطرحها، يعني هي التوجه العام. تمام. التوعية الصحية، المساواة بين الجنسين، وقضايا ومشاكل الشباب. تحت هاي الثلاث بنود بيندرج كثير تفرعات وكثير مشاكل. طب في أخصائيين هنا اللي بيختاروا؟ طبعاً. هلأ في عنا دائما هن الأشخاص اللي هن المصادر، مصادر المعلومات ومصادر اللي بنلجأ لها لحتى فعلا نبني هاي البنية التدريبية اللي كتير واضحة قدامنا والكتير بتقدر توصلنا للأهداف اللي نحن حاطينها مستقبلا. بعد ما بنحط هاي القضايا من خلال المسرح التفاعلي، الشباب هن ببلشوا يطلعوا الأفكار من عندهم، يطلعوا المشاكل من عندهم، لأنه كل بيئة بتختلف عن البيئة الثانية. نحن بس طلعنا على المحافظات صرنا نشوف إنه المشاكل اللي بتعاني منها طرطوس غير حلب، صحيح. غير الحسكة، غير الحمص. فهذا التباين وهذا الاختلاف بالمشاكل وبقضايا الشباب خلانا لا نوسع الدائرة أكثر ونوسع المدى أكثر لحتى نقدر فعلا نطرحها وتكون مؤثرة ونوصل للشريحة المستهدفة فيها. نجلة، ذكرتي لنا المسرح التفاعلي وهي يمكن أهم المحطات بمشروعكم، خبرينا عنه أكثر. تمام. هلا يمكن أول سؤال بنطرح، شو الفرق بين المسرح التفاعلي والمسرح العادي، وليش نحن كشبكة بنستخدم أداة المسرح التفاعلي؟ هي واحدة من أدواتنا التفاعلية لحتى نقدر نوصل أفكارنا للشباب وللشريحة المستهدفة بطرق كتير بسيطة وتوصل لهم وتأثر فيهم. المسرح التفاعلي بيعتمد على أنه نحن ما بدنا نصنع ممثلين محترفين، نحن بدنا نصنع كوادر من خلال المتطوعين اللي عم يشتغلوا على الأرض يقدروا يطرحوا مشاكلهم باستخدام أشياء كتير بسيطة، ديكور بسيط، مشاكلهم وحلول أيضا. طبعا، ولكن الحلول بتجي بعدين من الجمهور، وهون الفرق بين جمهور المسرح التفاعلي والجمهور جمهور المسرح العادي. جمهور المسرح التفاعلي مو بس جاي يسمع ويشاهد، جاي يسمع تكمن عملية التفاعل، يعني تماما يطرح أفكاره ويناقش يعبر يطرح حلوله. بالمرحلة الثالثة اللي هي أحد فرضيات المسرح التفاعلي إنه يطلع ويغير بالحدث اللي قدامه اللي عم يصير، يعني المسرحية أو السكتش أو شيء يقدر يغير لحتى يكون هذا الحل اللي بيرضيه واللي بيعبر عنه. نعم. غيث، مهرجان المسرح التفاعلي من صندوق الأمم المتحدة مثل ما ذكرت من شوية، هل وصلتوا لهدفكم؟ هل يمكن حققتوا نسبة مهمة باستقطاب الشباب وتفاعلهم من خلال المهرجان؟ تمام. هلا بصراحة قد ايه بالمية النسبة؟ هلا ما فيني انا اقول لك اعطيك نسبه مئويه، كونه نحن من اهم الشغلات اللي بنوعي عليها انه يكون كل رقم نحن بنحكيه هو يكون كثير مدروس ودقيق 100%، فما فيني اعطيك نسبه مئويه اكيد، بس فيني اقول لك انه حقق نجاح بنسبه كثير كبيره. نحن كشبكه كنا كثير فخورين بالانجاز اللي عملناه. من اهم خلينا نقول النتائج اللي نحن كان بدنا اياها تطلع من المهرجان هي طلعت منه، انه نحن نخلق خلينا نقول بيئه مناسبه للمسرح التفاعلي، خلينا نقول كمان نخلق بلاتفورم معين هو بيجمع فرق المسرح التفاعلي بجميع المحافظات السورية، نعطي فرصة للأشخاص اللي هن عم يعملوا المسرح التفاعلي بالمحافظات انه يجوا يلتقوا الجمهور هون بدمشق، ونعطيهم المكان اللي هو منصة مهمة مثل منصة القباني، مسرح القباني. هدول كلياتهم هن خلينا نقول أهداف كانوا لمهرجان المسرح التفاعلي ونحن قدرنا نحققهم. بالإضافة طبعا الشيء اللي كان كتير مميز اللي هو تفاعل الجمهور مع القضايا اللي انطرحت. نحن كان في عنا 12 مشهد مسرحي، 12 عرض انعرض على مدى يومين، كانوا بيتضمنوا عن جد هي خلينا نقول قضايا بتهم الشباب. شو ابرز القضايا اللي التفاعل اكثر من قبل الجمهور؟ ابرز القضايا اللي كانت هي خلينا نقول زواج الاطفال، كانت بتلقى كثير تفاعل. نتيجه انه في حاليا عم نحكي نحن كانت من اكثر من محافظه المشاركات، يعني مو بس بدمشق، فكان في عنا قضايا مثل زواج الاطفال، كان في عنا قضايا خلينا نقول مثل العنف
في القائم على النوع الاجتماعي. في كمان قضايا العلاقة بالمخدرات بالوصمة والتمييز، هدول القضايا كلياتهم كانت عم تلقى كتير تفاعل. بس أكتر شيء كان هو مؤثر حسب ما شفنا نحن هو قضية زواج الأطفال، كانت كتير مؤثرة بالجمهور وكان عم يصير تفاعل معه عن أسبابه ونتائجه وليش هيك عم يصير وعن اقتراح حلول. طبعا كل هذا الحكي اللي احنا عم نحكي من الجمهور اللي كان عم يشارك. نعم نجلة، يمكن في مشاكل اللي ذكرها غيث من شوي من خلال المسرح التفاعلي. طيب هون خلينا نحكي مع ضمن التشبيك مع الشباب ومشاركتهم بأي يمكن مسرح تفاعلي بتقوموا فيه، حدا من الشباب عنده مشكلة من ضمن هاي المشاكل ونلاقى لها حلول، انتو قديش بيكون لكم يد بمساعدته لتجاوز اي مشكلة حضرتكم طرحتوها؟ نحن بنستهدف كمان مو بس الشباب اللي هنن يعني حياة جميلة عندهم كل شيء، الأشخاص فعلا اللي عم يعانوا من هاي المشاكل لما بيشاركوا بهاي الورشات التدريبية وبينتج عنا عمل مسرحي عم يطرح هاي القضية اللي هنن فعلا عم يعيشوها بالبيت يمكن وعم يصادفوها كل يوم، مثل التحرش مثل الزواج المبكر. كان في معنا كتير هيك حالات والنتيجة اللي طلعت عم تكون نتيجة مؤثرة أكتر لأن عم تكون كتير نابعة منهم، عم تمثل فعلاً على أرض الواقع وفعلاً في حلول يمكن تكون كتير غائبة عنهم. منحنا هذا اللي منستهدف له لما منروح على الشريحة المستهدفة، في حلول أبداً ما بتكون خاطرة على بال حدا، بتطلع من الجمهور ويمكن الأشخاص بيضووا عليها وبصيروا فعلاً هو من خلال الإيفنت وخلص ولا في متابعة بيكون طبعاً دائما. طبعاً في متابعة وكتير بتجينا ردات فعل على أنه لا لازم نكفي بهذا السكتش، لازم نعرضه بأكثر من مكان، لازم نحاول نطور بالأفكار بالأداء بالوصول للمحافظات الثانية مثل ما قلت لك. فالفكرة أنه قديش الشباب عم يكون قادر يمتلك هاي التقنية ويعبر عنها، مو بس قضايا اجتماعية، ممكن يستخدم تقنية المسرح التفاعلي حتى يعبر عن أي فكرة هو بده يوصلها للمجتمع وللعالم. يعني تقديم قضايا كتير مهمة للشباب والحكي عن مشاكلهم ووجعهم من الشباب حتى من عالم بتشبههم بتشبه مشاكلهم قريبة من أعمارهم من أعمار بعض، يعني شيء كتير مهم. غيث انت قديش بتحس انك بالفعل انت في بصمة لك ضمن هذا المشروع، بصمة تحمل مسؤولية كبيرة؟ هلا بصراحة هي البصمة ما لها فردية، هي بصمة الفريق الكامل، حتى بصمة خلينا نقول كل شخص شارك بالمهرجان وحتى بصمة الجمهور يلي كان موجود واللي كان عن جد متميز بنقاشاته وبأفكاره. ما في خلينا نقول شيء ناتج فردي، هو كلياته بيكون نتيجة عمل فريق كامل متكامل على مدى خلينا نقول أكثر من شهرين عمل حتى نحن قدرنا نوصل لهذا المهرجان بهي النقطة. بس أكيد خلينا نقول إنه في انتماء كتير كبير، في فرح وسعادة بوجودنا بهذا المكان وبإنه نحن عم نقدر في إرادة بتحقيق الهدف تماما، وإنه نحن عم نقدر مثل ما حكيت نجل قبل شوي إنه نحن نعطيهم الأدوات البسيطة لحتى هن يقدروا دائما يعبروا عن حالهم. الشباب بهي المرحلة هن يمكن ما بدهم شيء غير إنه بس نحن بس بدنا نعبر عن حالنا، بدنا نقول شو وجعنا، بدنا نقول شو مشاكلنا، بدنا نقول شو قضايانا. مو دائما بجوز تكون مشاكل، أحيانا ممكن تكون قضية، هي مو ضروري تكون شيء سلبي. بس وقت أنت تعطيهم هي الأداة اللي هي أداة المسرح أو خلينا نقول الأدوات التفاعلية اللي هي بتعلموها من شبكة وايبير غير المسرح، فهن عم يكونوا قادرين على أنهم يطرحوا قضاياهم كلياتها. نعم، مع بداية 2018 أكيد الخطط صارت جاهزة والعناوين بالخط العريض صارت واضحة قدامكم أو قدام عيونكم. خلينا بالختام يا نجلة نعرف شو هي خطط 2018. تمام، هلأ بعد كل هاي النشاطات الحافلة كانت ب 2017 كان في تقييم لكل هاي المسيرة وللورشات اللي سويناها وعلى المهرجان وكل الإيفنتات اللي شاركنا فيها، وقد فعلا نحن فعلا نحن قدرنا نوصل للشباب وقدرنا نحقق أهدافنا بال 2017. بال 2018 حاملين الخطة ولكن هيك مكبرين كتير الأهداف إن شاء الله، حابين نوصل لشباب أكتر، حابين إنه نطور مثل ما قلنا بداية نعمل كوادر تدريبية بالمحافظات، يعني الكوادر هلأ اللي عنا إياها ما حتضل دائما، نحن حابين
نبني اساسات ونواه بكل محافظه او بكل منطقه بسوريا لحتى فعلا هن يقدروا يكفوا ويقدروا انهم يشاركوا بهي النشاطات والفعاليات بدون دائما يكون في مساعده، طبعا اشراف وتيسير وهي الامور، ولكن هن قادرين انه فعلا يبنوا ويكفوا فيها. نحن اكيد نتمنى لكم كل التوفيق، وتحيتنا لكل اعضاء هذا المشروع وهي الشبكه. موفقين نجلة. شكرا لكم. شكرا لكم. موفقين. يسعد صباحكم. سهلا. ونبقى